طبعا ماتشات الفرقتين ملهاش مقاييس، ما بتخضعش ابدا لاي حسابات، وحضراتكم عارفين اكتر مني مفيش توقعات. يعني ممكن تشوف فريق غايب منه مثلا مجموعه من اللعيبه والفريق التاني مكتمل، تلاقي الفريق اللي هو غايب منه ناس كتير هو اللي بيكسب. تشوف فرقه في الملعب هي اللي مهيمنه وهي اللي مسيطره وهي اللي مستحوذه وهي اللي بتوصل للجول وبتضيع فرص، والفرقه التانيه هي اللي بتكسب. ده بنشوفه على طول في ماتشات الاهلي والزمالك. وانا مش هفكر حضراتكم، انتوا فاكرين اكتر مني، يمكن من ايام كباتن الكبار ريعو والسايس وعلوي مطر وطارق خليل وحسام حسن وحماده مرزوق ومحمد السيد وبدر رجب وابراهيم حسن، فاكرين طبعا كلنا الحاجات دي لحد القاضيه بتاعت قفشه، كلنا فاكرين الكلام دوت. فالماتشات دي ملهاش مقاييس. هتقول لي بس الاهلي غايب عنه ناس كتير وناس اساسيه، معلش حصل قبل كده كتير، فرقه كامله غابت والاهلي كسب. النتائج كلها وارده، السيناريوهات كلها وارده، ممكن تكسب ان شاء الله، ممكن تتعادل، لا قدر الله ونتمناها ما تحصلش تخسر، ده موجود، كل ده موجود في الكوره. بس الفرقه جاهزه ان شاء الله، الموجود الجماعه المجموعه اللي موجوده ان شاء الله تنزل تادي وتادي زي الجماعه الغايبين الاساسيين واكتر ان شاء الله. ليه بقى؟ لان في نسبه كبيره جدا متخوفه من الماتش والآن القلق ده ظاهره صحيه جدا، ظاهره صحيه، ولكن اللي حاصل ده يديك دوافع، انا كلاعب يديني دوافع، الدوافع عندي بتزيد. انا عايز اقول للناس كلها ان النادي الاهلي اي حد ينزل يلبس الفانيلا الحمراء قادر انه يؤدي، وقادر انه يؤدي كويس، وقادر انه يكسب، وانا عايز اثبت ذاتي. هم دول لعيبه النادي الاهلي في جميع العصور، من ايام زمان لحد وقتنا هذا. فماتش ملوش مقاييس، فرقه جاهزه، المجموعه اللي هتلعب ان شاء الله جاهزه، نتمنى التوفيق. بمناسبه التوفيق لفرقتنا النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين، هو اللي انا بخاف منه دايما الجزء بتاع الاصابات بس، انما حته ان المجموعه اللي موجوده تنزل وتادي اللي عليها انا واثق فيه. طبعا في توفيق وفي عدم توفيق، ولكن نتمنى التوفيق للفرقه، انما متاكد ان اللي هينزل مش هيأثر. زي ما بنقول كده ان اي حد يلبس الفانيلا الحمراء قادر انه يحقق طموحات وامال الجماهير، وان شاء الله ده يحصل النهارده. نتمنى اداء جيد، نتمنى طبعا تحقيق الفوز، واللي انا عايز اقوله الفتره دي فتره صعبه جدا 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 علينا كجماهير نادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. احنا بعد المباراه ديت كل يومين مباراه، فانا برضو يعني عايز الجماهير لما تيجي تبص للموقف تبص بواقعيه شويه. احنا الفتره دي عندنا حاله اجهاد كبيره جدا، ده مش مبرر لحاجه، انا بس بقول الرؤيه بواقعيه، ده مش مبرر لحاجه، ولكن الفتره اللي جايه اتحاد الكوره حط علينا ضغوط جامده جدا جدا جدا. وبعدين يقول لك طب ما ليفربول بيلعب كده، وفي انجلترا مش عارف مين اللي قال لك انه بيلعب طول السنه او حتى شهرين ورا بعض كل يومين ماتش. دي ما بتحصلش غير في الفتره اللي هي بتاعت راس السنه وثانكس جيفنج والبوكسنج داي، اللي هم بيلعبوا كل 3 ايام ماتش لمده 4 ماتشات، انما طول السنه ما بيلعبوش كده. ده احنا شهرين كاملين هنلعب كل 3 ايام ماتش، ويا ريت كل 3 ايام. يعني احنا النهارده هنخلص الساعه 11:30 مثلا المباراه او 12 الا شويه، وبكره ده يا دوبك اللعيبه لما تطلع من الملعب هيبقى بكره جه عندها بالظبط تاني يوم، وبعدين اليوم اللي بعده ماتش، ونفس الحكايه الماتش اللي جاي، ونفس الحكايه الماتش اللي بعده. انت ليه حته الاجهاد دي؟ انت بتجادني؟ انت عايز توصلني بعد كده ان انا بقى اللي اتكلم اقول لك اصابات واجهاد ومش ليه بتوصلني لكده؟ ده انا حتى انت هتوصلني لبطوله افريقيا بعد كده وانا يعني بفرفر ليه؟ كان المفروض ان هي الاوقات دي تتنظم احسن من كده، مش كل يومين مباراه. مين في العالم بيلعب كل يومين مباراه؟
ما علينا، خلينا النهارده في ماتش الاهلي والزمالك، ونتمنى التوفيق للفريق باذن الله، ونتمنى المكسب للنادي الاهلي علشان يسعده ملايين الجماهير في كل ارجاء مصر والوطن العربي والعالم كله.